مساء الخير، مرحبا. اليوم سأنقل إلى العربية، إلى اللغة العربية، محاضرة من المحاضرات التي قدمها لويس ألتوسير ما بين سنوات الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عن والتي كان موضوعها هو الفيلسوف الألماني هيجل. اخترت عنوان هيجل السياسة والتاريخ لأن موضوع محاضرة لوي ألتوسير عن هيجل يهتم أساسا بفلسفة التاريخ، بمعنى المحاضرات، كتاب هيجل المعروف محاضرات في فلسفة التاريخ، وكذلك ما كتبه هيجل في فلسفة الحق عن السياسة ومفهوم الدولة. هذه المحاضرات أو هذه السلسلة من المحاضرات حول هيجل ستساعدنا في التحضير لمحاضرات، كذلك للنقل، من أجل النقل إلى اللغة العربية، كذلك المحاورات الأخرى أو المحاضرات الأخرى التي كان يلقيها لويس ألتوسير في ليكول نورمال سوبيريور في ما بين سنوات الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي. هذه المحاضرة التي سأنقلها إلى اليوم إلى اللغة العربية توجد يعني في كتاب، ممكن أن نجدها في كتاب Politique et histoire de Machiavel à Marx, cours à l'école normale supérieure 1955-1972. Politique et histoire de Machiavel à Marx. نقطة انطلاقية في الكتاب يعني تبدأ من ميكيافيل، باسكال، سبينوزا، بعد ذلك الصراعات اللاهوتية التي كانت في القرن السابع عشر ما بين مثلا بوسوي، فينيلون، بعد ذلك ننتقل إلى القرن الثامن عشر وفلسفة الأنوار، ثم هيجل، ثم بعد ذلك كتابات ماركس الشاب حول الدولة وفلسفة التاريخ، وتنتهي ب فلسفة التاريخ في وضعها المعاصر والفلسفة السياسية في وضعها المعاصر. أنا اخترت الانطلاق يعني من الوسط، من هيجل، فقط لأنه لويس ألتوسير كثيرا ما أخذ عليه أنه لم يقرأ هيجل بتأني، وما أريد أن أوضحه من خلال نقلي إلى اللغة العربية هذه المحاضرة هو مدى دقة التعليقات ودقة القراءة التي كان ألتوسير يقدمها لهيجل. طبعا ولا ينبغي علينا كذلك أن ننسى أن لويس ألتوسير كان قارئا لهيجل باللغة الألمانية، تالي ولم يكن يقرأ الترجمات الفرنسية التي كانت سائدة حينها عن هيجل. هذه النقطة الأولى. المسألة الثانية هو أن وهذه غالبا يعني ما ننساها، وأن موضوع الدكتوراه الذي اشتغل عليه لويس ألتوسير كان هو يعني الكونسيبت دو توتاليتي شيغل، تحت إشراف الفيلسوف والإبستيمولوجي الفرنسي غاستون باشلار. وبالتالي فهيجل ألتوسير هو فيلسوف فرنسي يعني درس هيجل عن قرب وبجد، وكذلك له معرفة دقيقة بالنص الهيجلي في لغته الأصلية، بمعنى في لغته باللغة الألمانية. وبالتالي اخترت محاضرة ألتوسير عن هيجل السياسة والتاريخ كنقطة انطلاق في
هذه الترجمة أو في هذه المحاولة التي ستنقل كل محاضرات ألتوسير حول هيجل إلى اللغة العربية. إذن في هذا الجزء سنتطرق إلى سنبدأ بمحاضرات فلسفة التاريخ أو دروس هيجل في فلسفة التاريخ. سنبدأ بمفهوم، يعني سنعالج يعني محتوى هذه الفلسفة، محتواها العام، وسنعالج كذلك ما سماه هيجل بالأشكال المتعددة للتاريخ، بمعنى l'histoire originale, l'histoire réfléchissante et l'histoire philosophique. L'histoire philosophique, التاريخ الفلسفي، التاريخ المفكر والتاريخ المفكر والتاريخ الأصلي، سنعالجهم هذه المفاهيم في هذا الجزء، وسنترك يعني الباقي إلى الأجزاء الأخرى، وبالتالي ستخرج هذه المحاضرة على شكل أجزاء، أولا لطولها وثانيا لضيق الوقت، لضيق الوقت اللي عندي أنا، لأنني لا أستطيع أن حكم قلة الوقت الذي أمتلكه في الأسبوع، بالتالي لن أتمكن من ترجمة يعني المحاضرة يعني في فيديو واحد أو في حلقة واحدة. ثانيا كذلك لأنني توصلت يعني بالعديد من التعليقات يعني التي تفضل يعني أن يكون المحتوى يعني في أقل وقت ممكن، يعني هذا هو السبب. إذا أول ملاحظة يبدأ بها ألتوسير وأن فلسفة هيجل للتاريخ هي تعميق للمفاهيم الأساسية التي قدمتها فلسفة التاريخ في القرن الثامن عشر. معنى هذا أن لويس ألتوسير يرى أن فلسفة هيجل للتاريخ هي تتويج وتعميق الأطروحات الأساسية في التاريخ وفي السياسة اللي جاء بها كل، أولا مونتسكيو، ثانيا كوندورسي، ثالثا فولتير، رابعا هيلفيسيوس، وخامسا روسو. عندنا هنا خمسة الأسماء كيعالجو من لويس ألتوسير في المحاضرة ديالو القرن الثامن عشر، المعنون بالقرن الثامن عشر، واللي غنرجع لها من بعد. إذا هو يؤكد على الارتباط الوثيق بين هيجل و فلسفة الأنوار. في مجال التاريخ كما في شتى المجالات الأخرى، لا تتعارض فلسفة هيجل مع أوفكليرونغ، بمعنى مع الأنوار، لأنها كانت نتيجة لفلسفة القرن الثامن عشر. من هنا حضور الموضوعات التالية في فلسفة هيجل: موضوعات الكلية التاريخية، la totalité historique، اللي كتجي من عند، التي ذات أصول من عند مونتسكيو. ثانيا موضوعات غاية التاريخ أو la fin de l'histoire، أنا فكرة أن التاريخ محكوم بغاية معينة واللي الأصل ديالها طبعا هو الفيلسوف كوندورسي في الكتاب ديالو إسكيس. الموضوع الثالثة هي موضوع التنوير كمحرك للتاريخ. ما معنى التنوير كمحرك للتاريخ؟ بمعنى موضوع أن ما يحرك التاريخ هو صراع العقل ضد اللاعقل، صراع الأنوار ضد الظلام. الموضوع الرابعة هي موضوعات الجدل والاستدلال،
طبعا هنا روسو عنده دور محوري في فلسفة هيجل للتاريخ. الموضوع الخامسة هي تشاؤمية الفعل، موضوعة المصلحة والشغف. والموضوعة الأخيرة هي فيرشتيلونج، بمعنى كنقول بالألمانية فيرشتيلونج، اللي هو مكر العقل أو مكر التاريخ. إذا سنبدأ ب يبدأ ألتوسير بدراسة ما أسماه هيجل الأشكال المتعددة للتاريخ. في مقدمة كتابه محاضرات في فلسفة التاريخ يبدأ هيجل بمعالجة نقدية لأشكال وأنماط الأعمال التاريخية من الداخل، أي من داخل العمل التاريخي نفسه. تطرح فلسفة التاريخ نفسها كقضية. إذن نحن هنا أمام وجهة نظر إبستيمولوجية للتاريخ. فيميز هيجل بين ثلاث أشكال للمعرفة التاريخية أو للفعل أو للقراءة التاريخية أو للتاريخ. أولا l'histoire originale، التاريخ الأصلي. في هذا التاريخ الأصلي يقوم المؤرخ بوصف الأحداث وكذلك الوضعيات والأفعال التاريخية التي يراها، يعني يقوم بعمليات وصف. ثم l'histoire réfléchissante، وهي réfléchissante بمعنى تفكر، يعني مفكرة، وهي العكس من التاريخ الأصلي الذي لا يقوم إلا بعمليات الوصف. الوصف يتجاوز هذا التاريخ، يتجاوز عملية الوصف إلى عملية التفكير. وينقسم هذا التاريخ إلى أربع أقسام حسب هيجل. يعني كاين يوجد التاريخ المبكر الكوني، التاريخ البراغماتي، التاريخ النقدي، أو التاريخ الجزئي أو المفاهيم. سنشرح هذه المفاهيم فيما بعد. فيما يخص l'histoire originale، بالنسبة لهيجل، هيرودوت، تيوسيديد، كسينوفون، سيزار، وريتس، هادو كلهم دي كرونيكور ينتمون إلى هذا التوجه أو إلى هذا الشكل المحدد من التاريخ. هنا الاستوار ريفليشيسون. هنا التاريخ ينظر إليه المؤرخ باعتباره الحاضر وفقط. إذن هنا التاريخ هو الحاضر. في الاستوار أوريجينال التاريخ هو الحاضر. كيقوم ويقومون هؤلاء المؤرخون أو هؤلاء الكرونيكور بإقحام ما يوجد خارج نظام التمثلات إلى نظام التمثلات. وبالتالي هنا يكون موضوع المؤرخ هو الراهن والحي بينهم، بمعنى الحاضر. هنا نجد تماثلا بين روح المؤرخ وروح الأحداث التي يحكيها هذا المؤرخ. إذن هناك في l'histoire originale هناك تماثل ما بين الحدث، موضوع المؤرخ، والمؤرخ نفسه. مثلا سيزار رجل دولة وفي نفس الوقت مؤرخ، إذن غاياته كرجل دولة هي نفسها غايات التاريخ نفسه. هذا هو ما يقصده هيجل بالتاريخ أوريجين. أهمية هذا الشكل من التقصي التاريخي تكمن عند هيجل في أربع
نقد. هذا الشكل من المعرفة التاريخية يمكن من اكتشاف الأمم القديمة وأنماط حياتها، النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يكتشف ويعبر في تمثله خصائص روح الشعب وخصائص وضعية تاريخية محددة. إنه يبرز بلغة هيجل ce qu'il appelle l'individualité historique, الفرادة التاريخية لشعب معين في مرحلة تاريخية محددة. النقطة الثالثة، ولكن لكي يصير هذا التاريخ ممكنا لا بد من أن تكون هذه الفرادة قد تحققت أولا، بمعنى لا بد أن يكون هذا الشعب أو هذه الأمة قد حققت فرادتها واقعيا لكي يتمكن هذا الشكل من المعرفة التاريخية من الظهور. معنى ذلك أن توجد شعوب خارج التاريخ، نقطة أساسية في التاريخ بمعنى أوريجينال، التاريخ الأصلي. والنقطة الرابعة، تكمن أهمية هذا الشكل من التقصي التاريخي في نقد ورفض القيمة التاريخية للأساطير. هذا فيما يخص التاريخ الأصلي. الشكل الثاني من التاريخ أو النمط الثاني من التاريخ هو l'histoire réfléchissante. هذا التاريخ على عكس التاريخ الأصلي يتجاوز الحاضر. هنا المؤرخ يتجاوز الحاضر، وبالتالي ميزته هي أن هذا المؤرخ وما يحكيه لا علاقة له بحقبته الراهنة. في التاريخ الأصلي المؤرخ يتحدث عن أحداث يراها بشكل مباشر ويعيشها إلى آخره. في l'histoire réfléchissante المؤرخ لا علاقة له، أو موضوع التاريخ أو موضوع المؤرخ لا علاقة له بالحقبة التي يعيش فيها المؤرخ. وبالتالي هنا نجد أنفسنا أمام رؤية عامة لماضي أمة معينة. هنا يدخل يعني مفهوم الماضي. مثال هو المثال الذي يقدمه هنا هيجل ويكرره في محاضرته لويس ألتوسير، هو مثال المؤرخ الروماني تيتوس ليفيوس، مؤرخ روما العتيقة. إذن هنا تناقض، بالتالي هنا المؤرخ يحاول جعل الحدث حاضرا كما في الشكل الأول، بالتالي هنا تيتوس ليفيوس يقوم بجعل الملوك القدامى لروما مدافعين عن حقبته التاريخية الحاضرة. بمعنى هنا خطوة نحو ما يسميه هيجل بالتاريخ البراغماتي، mettre de côté le passé et rendre l'événement présent. يعني سنضع الماضي جانبا وسنقوم بجعل الحدث حاضرا. جملة هيجل. إذن هناك في هذا المنظور عكس التاريخ الأصلي توجد قيمة أخلاقية للماضي، وبالتالي لابد من توظيف هذا الماضي من أجل تربية الحاضر. هنا هيجل يسجل مفارقة، نقول أنه ينبغي علينا التعلم من التاريخ، ولكن التاريخ والتجربة يعلمان أنه ما من شعب وما من حكومات تعلموا أمرا ما من التاريخ. إذن في l'histoire réfléchissante نقوم بعملية مفادها إسقاط غايات الحاضر على الماضي. يكون الحاضر ولا يكون مثلا المؤرخ
له غايات محددة في الحاضر، فيقوم بإسقاطها على الماضي الذي هو يدرسه. من هنا نقد هيجل للطريقة التي وظفت من خلالها فلسفة الأنوار في القرن الثامن عشر، التاريخ الإغريقي والروماني. وهنا سأستشهد بهيجل. Rien n'est plus fade que de s'en référer aux exemples grecs et romains, comme c'est arrivé si souvent chez les Français pendant la Révolution française. Les Français se forgent avec esprit un temps présent, puis apportent le passé aux conditions présentes. مارسته فلسفة الأنوار لي يعني التراث الإغريقي والروماني. هو توظيف بالنسبة إلى هيجل فيه نوع من الإسقاط. ثم يعني هيجل يجب يطرح مفهوم التاريخ النقدي. ما هو التاريخ النقدي؟ هو تاريخ التاريخ أو تاريخ الأصول كما يسميه هيجل. ثم التاريخ الجزئي أو تاريخ المفاهيم في بعض الترجمات، هو طبعا تاريخ يهتم يا إما تاريخ الدين أو تاريخ الفن أو تاريخ إلى آخره، تاريخ المعرفة أو تاريخ. هذا يسميه هيجل بالتاريخ الجزئي. إذا سنلخص أطروحات هيجل في هذا المستوى في نقطتين. النقطة الأولى: تكمن حقيقة التاريخ الأصلي في كونه تاريخ يتداخل مع حاضره وغاياته، ولكن هذا التاريخ يفشل في مهامه لافتقاده لشرط الكونية. التاريخ الأصلي يفتقد لشرط الكونية، وذلك لعدم وضعه للحاضر الذي يتخذه كموضوع ضمن المسار الكلي للتاريخ الكوني. من هنا كان هذا التاريخ لا يحقق إلا ضرورتين اثنين للتقصي التاريخي. الأولى هي التعبير عن الفرضة التاريخية كما سبق أن ذكرنا، والثانية هي طرح مفهوم الكلية التاريخية. هنا إذن في هذا الشكل من التاريخ يوجد تماثل بين روح المؤرخ وروح الزمان التاريخي. دونك في ليستوار اوريجينال كاين ايدونتيتي ما بين ليسبري دو ليستوريان و ليسبري دو تان هيستوريك. أما التاريخ réfléchissante, l'histoire réfléchissante, فيعاني من المفارقة التاريخية التالية. هو أن المؤرخ لا ينتمي إلى الحقبة التي يحكي عنها. المؤرخ يتحدث عن حقبة هو لا يعيشها، وبالتالي فهو يقوم بعملية إسقاط لروحه ووعيه وفكره وبالتالي إيديولوجيته على الماضي. بالتالي هو تاريخ بالنسبة إلى هيجل يتميز ب retrospection، يعني إرجاع أو ارتداد. وفي التاريخ البراغماتي يسقط المؤرخ غايات حاضره على الماضي. من هنا نقد هيجل الممتاز لفلسفة الأنوار الفرنسية وتوظيفها الثوري للتاريخ الإغريقي والروماني. إذا نحن أمام دائرة انطلاقا من تاريخ ليستوار اوريجينال ليستوار ريفليشيسانت. هيجل هيحاول يطور انطلاقا من التناقضات ديال تصور ليستوار اوريجينال التاريخ، انطلاقا من تناقضات مفهوم ليستوار ريفليشيسانت، هيحاول يطور ما سيسميه هيجل ليستوار فيلوزوفيك أو لا فلسفة التاريخ الهيجلية اللي غنشوفوها بعد هذا الجزء.
يعني هو مفهوم يعني محوري اللي غادي يعطينا القلب ديال الفلسفة هيجل للتاريخ. إذا هذه الدائرة كتوضعنا أمام مشكلات، جوج المشكلات. المشكلة الأولى واللي غادي تحاول فلسفة التاريخ هيجل تجاوبها انطلاقا من يعني نقد histoire originale, histoire réfléchissante. في ظل أي شروط يمكن للمؤرخ الخاضع لشروط حاضره أن يفكر في الماضي تفكيرا حقيقيا. معنى كيف يمكن للمؤرخ أنه يعطينا تفكير موضوعي في الماضي وهو الشروط ديالو يعني الاجتماعية ولا ما يستحكم في الوعي ديالو هو الحاضر. المشكل الأول يعني، وغير من طريقة الطرح ديال هذه المشكلات كنشوفوا أننا كنقتربوا نوعا ما من لو جون ماركس، ماركس الشاب. في أي شرط يمكن لروح الحاضر، في أي شرط يمكن لروح الحاضر أن تكون حقيقة روح الماضي؟ في أي شرط يمكن أنه يكون l'esprit du présent هو نفسه l'esprit du passé؟ هاد جوج المشكلات هي اللي غادي يفتحوا لنا الباب أمام مفهوم هيجل للتاريخ الفلسفي.